السلام عليكم. اليوم معكم بتاني عالم من علماء المسلمين، واللي هو أبو علي الحسين بن عبد الله المشهور بابن سينا، وهو من أشهر الأطباء والعلماء المسلمين. ولد عام 980 ميلاديا، ونشأ في قرية صغيرة اسمها أفشنا في أوزبكستان. عرف عنه بسرعة بديهته وقوة حفظه ورجاحة عقله وكثرة استيعابه. حفظ القرآن الكريم في صغره وهو لم يتجاوز 10 أعوام، كما قام بعد ذلك بالغوص في علوم الأدب والفقه والطب والفلسفة. عاش ابن سينا معظم حياته طالبا للعلم، فسافر إلى كثير من البلدان في سبيل هذا الأمر، واشتهر بأنه هو أول من وضع الكثير من التعريفات لكثير من العلوم، أهمها تعريفه لعلم النفس. ويعد كتابه القانون في الطب من أهم أعماله، لأنه كان مرجعا أساسيا لفترة كبيرة من الزمن. وفي عامه 16 مارس الطب عمليا، فلم يكتفي بدراسته نظريا. عرف باسم الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء، ويعرف حاليا بأبو الطب الحديث. ومن أهم ما قال: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. وفي 10 من شهر ديسمبر عام 137 ميلاديا رحل ابن سينا ودفن في إيران. بتمنى تكونوا استفدتوا من فقرتي، وانتظروني بفقرة جديدة وعالم جديد.